المرأة مش ملزمة تفتح لجوزها باب الشقة. حلاوتك حلاوته كانوا بيقولوها ايه، بسم الله اوب حلاوته، ما اعرفش ايه. يقول لك المرأة مش ملزمة انها تفتح باب الشقة لزوجها. طيب وما تفتحيش يا حبيبتي، وخلي الجارة تسمع، خلي الجارة تسمع على طول، و تفتحيش. امال تستقبليه ازاي؟ لا اصله جاي وانا نايمة وبرضع والعيال وعاملة وبتاع. ممكن يوم تعبتي وكذا، لكن ازاي ما تستقبليش زوجك؟ وازاي ما تودي طقوس ثابتة في منظومة الزواج، امور ومعاملات وسلوكيات ثابتة في منظومة الزواج. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما بتعمليش، ما تقوميش تستقبلي زوجك وهو جاي. يوم تعبانة اوكي، لكن ظبطي المنبه مع تعب، معلش معلش، يشوفك وهو طالع. وزي ما يا علي اتق الله ولا تطبع النظر النظر، يا صاحبي الفلان اتق الله ولا تطعمنا الا حل. مع السلامه، السلام عليكم. عليكم السلام، شايفك مبتسم، السلام، نلقاك على خير، استودعك الله، السلام عليكم. وهو جاي افتح يا ابني ابوك، يلا افتح، مش عارفه ايه، وانت عامله ومتعصبه وجايه وشايله ومشمره ومش عارفه حتى جلابيه فين وبنطلون فين، ويلا وفي المطبخ وبخلص اهو، يلا هتطش الطشه والتقليه وجايه. لا لا لا، ايه فين لحد ما يقول ويشوفك وتستقبليه، وتستقبليه باغنيه طالع كوميكس. طالع كوميكس عليا، مطلعين نكت عليا. هلا سمير الاستشاره الاسريه بتقول لكم غني لزوجك اغنيه وهو جاي، فالحريم كاتب في الكومنتس بقى، مش عايزه اقول لكم. انا ذات نفسي ضحكت، قاعده تقول لك العو جه العو جه، والتانيه تقول لك حاسس بمصيبه جايالي، يا لطيف يا لطيف. يعني الناس عماله تهرق، بس لا والله، الناصحة الذكية التقية اللي هتعرف، اللي هتعرف يعني ايه تعمل بصمة في اللاواعي، وبصمة في الواعي، وبصمة في الاحساس والمشاعر والقلب والعقل والعين والرموش والضوافر. انا مستقبلاك وبالبسمة الحلوة وبالنشيد. والله لسه شايفة طفل سوري بيستقبل والده، يا حبيبي ونورت وانت احب عليا من عيد. يا ست الفي له اي حاجه يا ست، واقف انت وعيالك صف وغني له. ايوه غني له، غني لي، غني لراجلك اللي هو اسمه ايه، راجلك، زوجك، حبيبك، ابو اولادك، اللي بيطلع يشقى ويتعب ويطلع بره علشان يعني. نتكلم عن الناس السويه، ما نتكلمش اللي ساب اتكالي وسايبها على مراته وسايبها على كذا وروح يعملي وروح يسوي لا، احنا بنتكلم على الشخص السوي المحترم اللي عارف قيمه بيته، اللي عارف يعني ايه زوجه واولاد. غني له، غني له نوبك ثواب، غني له يا فوزيه، غني له يا فوزيه واسمعي الكلام. غني، يقول لك ده انا بسمع بس تكه المفتاح اقوم اجري، وناس ثانيه تقول لك تكه المفتاح احنا بنسمع بس كلاكسه العربيه بنقوم ننام ونطفي وبتاع، مش عايزين، وكل واحد يخش في جعره، فران عماله بتهرب. لا، لا انت تكون الزوج ده ولا انت تكوني الزوجه اللي عادي، مالناش، لا مش ملزم. لا يا حبيبتي، ده من باب الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. فاكرين الست حاجات اللي قلناها دي؟ ست حاجات اساسيه في منظومه الزواج، ما ينفعش بيت واسره من غير دول. فاكرين اما قلنا مودة ورحمة وسكن، ها، وفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. إيه 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 اللي الأمر اللي بيبقى محتاجينه أكتر من يبقى فيه مودة ورحمة وسكن وبسمة ورأفة ورحمة، كل الكلام ده محتاجين إن احنا نحب بعض. وقبليها عشان تحبي وتعطي وتعملي، اختاري صح، دايما بقول كده يا بنات، اختاروا صح عشان خاطر، اختاروا صح. اعملي له اغنيه للدخول، سيبكم الكوميكسات التريقه ديت، انتوا اعملوها حاله ناجحه، اعملوها حاله ناجحه بجد.